حبيت إني أنا أدخل بالبرنامج إنه أنا كنت عامل مساعد في تعديل سلوك الوالدين للبيرنتس اللي موجودين عندنا في المدرسة، فكنت دائما أرتكز للمعلومة اللي قدمت لي إياها الجليلة في إني أتحاور مع الأهل حتى أستقطبهم أكثر وأخليهم أكثر تفاعلا ودعما لبرنامجنا من خلال المدرسة. في البداية لما دخلت البرنامج ما كان عندي أي توقعات، يعني ما كان عندي انتباه لحالات الخاصة، فبعد التدريب الحمد لله ارتفع الأويرنس جدا بالنسبة لي وبالنسبة للطلاب، وصار عندي يعني سنسر عالي جدا تجاه الحالات. وما تصدقون لو قلت لكم إنه في قرى في مجاهل إفريقيا أنا نقلت التجربة مع الأمهات وعيتهم على هذا الشيء. في عنا بيرنس الآن استطاعوا أنهم يدخلوا في برنامج الجليلة ويتلقوا التدريب، وبالتالي أصبحوا مشاركين وفاعلين معنا في عملية دعم عملية الدمج. حياتهم تتوقف علينا إلى حد ما، تأخذ بإيدهم هالمرحلة وبعدين ينطلقوا في هالحياة.